الساكنه كيعاني وعطاو داروا شكايات مشاو للسلطات ما خلاو فين ما مشاو، ولكن كنقول لهم لان السلطه ملي كتمشي عند السلطه كتقول لك سير دير البلان، سير دير رخصه، كتمشي عند رئيس الجامعه كتقول لك سير دير البلان دير، والناس ما عندهمش الامكانيات باش يديروا هذه المجموعه ديال الوثائق، بالخصوص هنا منطقه تابعه للاراضي ديال الدوله، هنا الاراضي ديال الدوله ما يمكنش الناس يديروا عليهم وثائق. كاين شي واحد كيبني واحد محروم مسكين ما عنده باش كيبغي، انا شخصيا مشيت عند سيد القايد ما بغاش يخليني، قال لك دير رخصه، الرئيس ما بغاش يعطيني رخصه، واش غندير؟ يلا ومازال عصور صور من عند الوالدين، ها المشاش ها الكلاب عشاكم يديروا الزرب، قلت لي ديت لي رخصه، قال لك لا نشوف اشنو كان قال القانون في هادشي ديال الساس. ولكن الغريب في الامر انه كنشوفوا بعض المسؤولين راه كيبنيو في الاماكن الغير مسموح بها البناء، الاماكن اللي تابعه لبعض الادارات بحال وزاره التجهيز، اللي كان شفنا واحد الحالات الناس رئيس الجامعه اللي كيبني في الواد، وحتى احد ما كاينش شي مسؤول اللي بغى يحرك اي ساكن، وكاين الناس اللي كيبنيو في المجال الغابوي، نفسه نيت رئيس الجامعه اللي داخل في المجال الغابوي كيبني فيه، وهناك يعني السكان هما نفس واحد الحاله ديال مجموعه ديال الديور آلية السقوط هي تقريبا طيح، الناس بغاو غير الرخص باش الاصلاح باش ما يطيح لهم هادشي، ولكن ما لقاوش اللي يعني هاد الرخص تمنعوا اليوم من طرف رئيس الجامعه، ما عرفناش السبب. عنده خمسه الديور اللي عنده هنا، خمسه الديور، الرئيس جده بنت عم الوالد وكابينه في دار وحده، ولكن انا ما كيهمنيش داكشي، انما القانون يكون فوق الجميع. القانون فوق الجميع، ماشي غير انا وهذاك المسكين اللي كان يجمع ديك 100,000 فرانك، 30,000، 40,000، 60,000، كان يمشي كان يجيب شويه السلعه، دورت السور، حفرت الاساس، كل خطره كان يجيب شويه بشويه، ملي واش يقول لي حبسوني وضربوني بالخطيه دابا، وكنشوف الله لا اله الا الله، الله كريم، ما كاين. كبير سيدي كيقول هو داروا ما داروش على حساب ديال الشريب، داروا ديال السقي، وملي خرج من الرئاسه قال لهم البير راه داروا ديال السقي ماشي ديال الشريب، صافي كيتحاكموا معاه، ما هادشي اللي كاين. وفي الصيف ما تلقاوش من شرب، نجلسوا يومين ثلاث ايام حتى نتسناو ديك الساعه ديال المكنه باش يشربوا الناس، يدي واحد شويه صافي تيكح البير، دابا في هاد الوقيته راه تمشطوا.